رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. يلا بينا نبدأ في البهارات اللي هنعملها دلوقتي. هنعمل بهارات شوي سريعة بسرعة، وبعدين نبدأ بقى ندخل على البهارات الأساسية بتاعتنا اللي احنا عايزينها. طيب هنقول بهارات الشوي. بهارات الشوي هي بسيطة وجميلة، وتقدروا بقى حضراتكم تزودوا حاجة، تشيلوا حاجة، تحطوا مكانها حاجة انتوا حابينها بالنسبة لنوع البهارات أو للشوي اللي احنا هنستخدمه، مفيش أي مشكلة خالص. طيب بهارات الشوي قولوا لي كده حبايبي عشان انتوا نزلوها بعد اذنكم. ربع كوبايه من الكاري، معلقه صغيره من الزعتر، معلقه صغيره ملح صيني، معلقه صغيره روزماري، معلقه صغيره حبهان مطحون، ومعلقه كبيره من السبع بهارات اللي احنا عملناهم. حلو الكلام، موضوع بسيط جدا. تعالوا ناخدهم كده مع بعض. عموما انا بس هحط الروزماري هنا بس ياخد كده تطعيمه حلوه، والزعتر خلاص عشان هما حاجتين مهمين جدا. هناخد بقى من الكاري، خلوهم شويه يا اولاد المقادير لو سمحتوا عشان لو حد بيصور يلحق يصور. والملح الصيني اذا تكرمتوا، وادي السبع بهارات عشان اصدقائنا، وادي بصوا ريحه الزعتر على طول فورا، والروزماري انا مدفيه على طول. الايه دي من الحاجات الاساسيه تتحط في الشوي، رائعه. اللي عايز بقى يزود حاجه معينه براحه حضراتكم، براحتكم جدا. بسم الله هناخد بقى التتبيله الحلوه دي ونروح هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. يلا بسم الله. يلا بسم الله. نجهز بقى بولة هنا ليها، ايوه ناشفة وجميلة، وزي ما اتفقنا لو هي لسه فيها بخار مش هنحطها دلوقتي ونقفل الكفر بتاع البرطمان خالص، هنسيبه لما يهدى تماما جدا. خلاص وناخد بقى البهارات الشوي دي اهي. الروزماري مفيد جدا للذاكرة، عايزة اقول لكم بيساعد جدا على التركيز عشان تبقوا عارفين، مفيد للمخ جدا. عايزه اقول لكم بقى الروزماري ده لما بنحطه على زيت زيتون، ساعات في نحطه كده في المطبخ في ازازه الزيت الزيتون، بيستخدم في الاكل، بيدي نكهه حلوه وطعم، وكمان للشعر تلاقوه مقوي جدا لبصيلات الشعر. ممكن قوي نعمل منه حمام زيت وبعدين نغسله بعد كده.